السلام عليكم، معكم أحمد الماجد من ومضة في السعودية. اليوم سوف نقابل طالة العاشق. طالة هي الكو فاوندر والسي او حق عبيلا، بزنس موجود في جدة، واليوم حنتكلم معاها عن البزنس وكيف بدايته ووين هي رايحة معه. كيف حالك طالة؟ الحمد لله. ما هي الفكرة الأساسية وراء عبيلا؟ نحن بدأنا صراحة بدأت عبيلا، طلعت الفكرة إنه دايما كنت لاقي إعجاب من اللي حوالي على عباياتي اللي أنا بلبسها من تصميمي، إن كان من أصدقائي بالجامعة أو من اللي حوالي. حتى أيام كنت ماشية بالطريق مثلا في واحدة بتوقفني بتقلي إنه بس بليز من وين اشتريتي عبايتك؟ اجت فكرة العبايات والحمد لله فيني انه عندي القدرة اني اصمم او اني اطلع فكرة جديدة بعباية، عباية مختلفة عن الموجودة بالسوق. حكيت مع شريكتي صفاء حاليا، صفاء صباغ، وعجبتها كتير الفكرة كونها هي كمان حابة تفتح بزنس، وبدأنا المشروع الحمد لله مشينا فيه. وما الذي يخلي العبايلة، ايش اللي يخليها تفرق عن باقي العبايات اللي موجودة في السوق؟ ايش اللي يخليكم تتميزون بين باقي السوق؟ صراحة أنا بطبعي بحب العبايات الملونة. نحن المعروف عنا بالخليج العربي أو خاصة بالسعودية إنه العباية أسود، حتى برا أي مثلا كاركترز أو أي شيء بدهم يعملوه عن المرأة السعودية بحب يلبسوا عباية سودا، فنحن المشهورين في العباية السودا. أنا بدي أكسر هاي القاعدة، بدي أقول إنه نحن فينا نتستر، فينا نلبس عباية مرتبة بس مو شرط اللون الأسود. نحن ديننا أمرنا بالسترة بس ما أمرنا باللون الأسود. نحن فينا نتستر وفينا نلبس أشكال عبايات بس بألوان مختلفة، ونفس الوقت بتكون راقية وساترة. فمن هون بدأت الفكرة والحمد لله كانت في لها إقبال كتير قبل الزباين والناس اللي حواليي، والحمد لله مشيت. فهي الفكرة الأساسية من عبايلا إنه نحن ننزل العباية الملونة السوق. وبعد ما قررتي البدء بهذا المشروع، كيف كان تمويل المشروع في البداية؟ صراحة هو نحن بدأنا بشي بسيط كتير، بس كتجربة أول شي، بس بعدين الحمد لله نحن خلال فترة قصيرة قدرنا نحقق نجاح، فقررنا إنه نحن نكبر ونوسع عبايلا حتى نحن تنعرف بالسعودية بشكل أكبر. فعملنا وقت فتحنا البيج وعلى الفيسبوك، وصرنا نشترك بالمعارض، وصرنا معارض مهمة مثل الهيلتون وهيك. فالحمد لله هيك قدرنا نكبر أكثر وقدرنا إنه نحن نعرف أكثر. وكم حجم الفريق الذي يعمل معك الآن؟ نحن هلأ حاليا منا كتير كتار، في أنا وفي شريكتي وفي طبعا زوجي. مبدئيا نحن اللي عم نمشي الشغل. وكامرأة تحاول الدخول للسوق السعودي، هل واجهتي أي صعوبات؟ طبعا أظن نحن بالسعودية في كتير عبايات، يعني ماني الوحيدة اللي أو أول وحدة بتعمل عبايات، فأكيد بده يكون في منافسين بالسوق كتير. فبس الحمد لله ما فيها الصعوبات القوية، بس الشطارة إنك تتميز بعباياتك. طيب، وما كان تأثير مساعدة الأهل والأصدقاء للمشروع؟ يعني طبعا لولا الله ثم هن ما كان كبر المشروع وما كان في الدعم حتى انا حتى شريكتي انه نوصل لهي المرحلة. الحمد لله. طيب الحمد لله. هل لديك أي خطط للانتشار والتوسع السوق خارج السعودية؟ اكيد طبعا، اصلا احنا كتير بتجينا طلبات لخارج المملكة، بتجينا على امريكا، بتجينا لبريطانيا، بتجينا لكتير طلبات برا. فنحن حاليا نبعت بس ان شاء الله اول ما نبدأ نفتح محلات ونتوسع، ان شاء الله في النكست ستيب بعدها اكيد حتكون انه نحن نتوسع خارج المملكة. ما رأيك انه كان تأثير مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك على نجاح مشروعك حاليا؟ طبعا له نجاح كتير كبير. بتعرف كلياتنا نحن اول ما نمسك اللابتوب اول شيء بنفتح الفيسبوك، فنحن بدنا يعني اي شيء انت بدك منتج جديد بدك تخليه ينشهر
ممكن اول شيء اول فكره بتخطر ببالك انك تحطه انت على الفيسبوك، لانه حتى كل الماركات العالميه اذا بتلاحظ كله بيتجه عن طريق الفيسبوك حتى ينشروا النيو كولكشنز تبعيتهم او اي شيء اكثر. هل ترين انه في اي شيء موجود في القطاع، مثلا قطاع المرأة العاملة في الأزياء والموضة في السعودية، هل ترين انه اي شيء يحتاج للتغير عشان يساعد الناس وبخاصة البنات اللي مثلك انهم ينجحون في الأعمال هذه؟ صراحة حاليا هلا عم يهتموا اكثر بالمرأة العاملة او هذا الجيل الجديد اللي عم ينشأ يكون عامل، بس عندي فكرة انه نحنا لازم من صراحة لما كنا بالمدرسة انه يهتموا فينا بطريقة اكثر، انه نصير كل ولد او كل بنت تقدر تعرف هي شو هواياتها، هي شو ميولها. نحنا في نتخرج هلا من المدرسة نحنا ما بنعرف شو حتى هواياتنا، او في كتير طلاب وطالبات بيتخرجوا من المدارس هون ما عندهم اصلا هوايات. فانا بس هذا التعليق تبعي انه نحنا خاصة بالسعودية نحن لازم للجيل الجديد اللي عم يطلع هلأ من المدارس نحن لازم نأسس له هوايات، نأسس له شو بده يكون مستقبلا. شكرا طارة العاشق، تحدثنا اليوم معك من ومضة، وإن شاء الله سوف نتابعك ونتابع عبيلة ونجاحكم إن شاء الله في المستقبل القريب. شكرا كثير، أهلا.